فاجأ البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي السعودي وليفربول سابقا، فاجأ متابعيه بعدما أعلن أنه أصبح قسيسا إنجيليا. جاء إعلان فيرمينو بعد تكريسه في كنيسة ماناه التي أسسها قبل 3 سنوات في مسقط رأسه ماسيو شمال شرقي البرازيل مع زوجته لاريسا بيريرا واثنين من القساوسة. ودي صور جميلة لي مع زوجته لاريسا وعائلته وبناته. وكتب فيرمينيو في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: 3 سنوات على كنيسة مناه، يا لها من ليلة لا تنسى. الآن لدينا مسؤولية أخرى أن نكون رعاة. وتضم كنيسة مناه معبدين في إنجلترا، إذ لعب فيرمينيو لمدة 8 مواسم في ليفربول الذي انضم إليه في صيف 2015 قادما من هوفنهايم، وحقق معه نجاحات كبيرة للغاية. وقد يتجه صاحب ال 32 سنة إلى حياة العبادة بعد اعتزال عالم كرة القدم بحسب تقارير صحفية مختلفة. يذكر أنه في مثل هذا اليوم 5 يوليو من عام 2023 أعلن الأهلي تعاقده مع فيرمينيو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول. وخلال عامه الأول مع الأهلي لعب فيرمينيو 34 مباراة سجل فيها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. ويرتبط فيرمينيو بعقد مع الأهلي حتى صيف 2026 ولا يتوقع مغادرته لصفوفه رغم تخبط المستوى في الموسم الماضي. من ناحية أخرى كتبت فوكس 269: إلغاء الإقامة السياحية للأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية. مجموعة من المواطنين الحاملين للجنسية السورية انتهت مدة إقامتهم السياحية في مصر، فذهبوا للمكتب المختص بمدينة العاشر من رمضان لتجديد الإقامة، وتم إفادتهم من الضابط المسؤول بأنه لم يتم تجديد الإقامة السياحية مرة أخرى، وتقتصر الإقامة السياحية على مرة واحدة فقط لا غير. وفي حال الاحتياج للتجديد يجب على الشخص مغادرة أرض مصر والذهاب لأي دولة أخرى، ثم يقوم بالتقديم للحصول على إقامة سياحية في مصر لمدة 6 أشهر فقط. وذكرت فتاة سورية ذهبت إلى منطقة العباسية أن الضابط المسؤول أخبرها بأن الإقامة السياحية تمنح لمرة واحدة فقط ولا تجدد، ويتعين عليها مغادرة البلاد والعودة إليها مرة أخرى للحصول على التأشيرة مجددا. الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية ألزمت جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل $1000 بالحساب المخصص بالبنوك. ايضا كتبت فوكس 269: يعني كنتوا قلبين الدنيا على اللاجئين وشتايم وسب في الحكومة والدولة، وكله خايف على الديمقراطية والهوية والبلد اللي هيتم احتلالها. ولما الدولة اتخذت الاجراءات ومفوضية اللاجئين بدأت تتهم مصر بالعنصرية تجاههم وتدرس العقاب، محدش بيفتح بقه، محدش اهتم، اللي هو انتقاد وطلبات وسب وشتايم في المطلق. يعني مثلا ان سفارة السنغال بدأت تسحب لاجئيها اللي بدون اقامة وترحلهم، وكانوا بيتظاهروا امام سفارتهم، والدولة بلغت السفارة ان قدامهم حتى 10 يوليو لترك الاراضي المصرية، محدش اهتم. طب الدولة أوقفت خطوط الموبايل اللي باسم السوريين والسودانيين اللي بيتم مراجعة بياناتهم وبيكونوا غير مسجلين، وبيتم حصرهم وجمع بياناتهم من خلال شركات المحمول. مش بس كده، تم إغلاق مدارس اللاجئين وسحب رخصها سواء المدرسة السودانية أو اليمنية، ومن أول العام الدراسي الجديد لن يسمح لهم بتدريس مناهجهم الدراسية في مصر.
الخزعبلات بقى اللي بتروجوا لها بتاعت أخدوا مكان عيالنا في الجامعات، أصل التنسيق بيجي عشان اللاجئين، وفي منتهى الجهل الجامعات لها نظام ووافدين ومصروفات بالدولار لأماكن محددة بعدد، ومن العام القادم هيتم مضاعفة المصروفات وإلغاء نظام القسطين. وتاني سألت في الأزهر من ساعتين، الأزهر ما بيديش لحد إقامات عشان إجازة القرآن الكريم ولا غير القرآن الكريم، فكفاية بقى ترويج للكذب عشان زهقتونا ومررتوا عيشتنا. مش بس كده، المحليات مش هتدي رخص محلات للاجئ تاني خلاص، وهيتحول الترخيص لجهات تانية، وكارت الخدمات تم إيقافه خلاص، وبقى تقنين الأوضاع هو السائد. يوميا بيتم ترحيل لاجئين للسودان، وبتتحمل الدولة تكلفة نقلهم لأنهم داخلين تهريب مع عصابات مصريين، يعني العيب مننا فينا. كل إجراء الدولة بتاخده بيتعرف، لكن احنا اتعودنا بنصيح بس، انما عشان نعترف بشيء ايجابي لا. ازاي نتكسف نقول بلدنا حلوة وتستاهل تتحب؟ انا بثق في خطوات القيادة المصرية، ما بسلمش دماغي للترافيك والعناوين اللي تشد. دارسة سياسة ودارسة معاهدات واتفاقات دولية، لكن انا بحب اما اتولى الكلام في ملف يكون بالعلم مش بالعنبقة. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. من ناحية اخرى، كتب انور مالك كلام ناري من قلب المعاناة في غزة عن حماس وما بعد الحرب، لانها تفكر بمنطق العصابات، تتكالب حماس على ان تكون حاكمة في اليوم التالي للحرب، وهي التي ورطتنا في حرب إبادة غير مبالية بأرواحنا ودماءنا وحاضرنا ومستقبلنا. رأينا ماذا حل بغزة خلال سيطرة هذه العصابة على مدار 17 سنة. نحن من دون شك مع ألا يكون لهذه العصابة وجود في مستقبل غزة والشعب الفلسطيني. لا تظهر هذه العصابة أي ندم أو إقرار بالذنب، بل تأخذها العزة بالاسم غير مكترسة بشلال دمائنا، وتواصل هذه العصابة خدمة المشروع الإيراني المتوحش في المنطقة، والذي يستهدف الوجود العربي السني على وجه الخصوص، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتحلى بالجرأة اللازمة لتعود إلى غزة مهما كلف الأمر وبأي صيغة كانت، لأن أي صيغة ستكون أفضل بأشواط من وجود عصابة حماس. مصر أولا كتب سؤال بريء، إيه اللي حصل كضرر لإسرائيل اللي معاها سلاح نووي واقتصادها كاسر 500 مليار دولار من مقاطعة البيبسي والشيبسي بعد حوالي 9 شهور من الحرب؟ صحيح. أيضا كتب مصر أولا رقم رهيب، الاقتصاد الأمريكي ينمو 1.6% في الربع الأول من 2024 ليصل نحو 28 تريليون دولار. يبدو أن كيس الشيبسي أبو 5 جنيه لسه تأثيره ما ظهرش. كريم جايين كتب اتهامي بالصهيونية أو الحقد على العرب والمسلمين أو العمالة إلى آخره لمجرد مواجهتهم بواقعهم المرير والكذب والمؤامرات التي يعيشونها بتفكرني بزمان قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الحالية وانتشار الفضائيات والانترنت، أيام كلاس ميتس وغرف الياهو لما كنت بقول لهم ما تصدقش اللي يقول لك إن البنات في أوروبا مستنيين الشاب المصري أو العربي في المطارات عشان يترموا في أحضانه. أنت أساسا محدش طايقك، حتى بنات بلدك الله يعينهم مجبرين عليك. أيضا نشر البوست ده بتاع أحمد بحيري اللي هو المنتمي للإخوان طبعا، وعلق عليه كان أحمد بحيري كتب أنا عايش في بريطانيا
ولأن عندي أجهزة طبية محتاجها ابني في البيت من غير ما أنا أطلب ولا أعرف أصلا. لقيت جايلي جواب من شركة الكهرباء بيعرفني إن عنواني ضمن قائمة ذوي الأولوية في حالة حدوث مشاكل تسببت في قطع الكهرباء. يعني الكهرباء ما بتتقطعش عندنا، مع إني عمري ما شفت الكهرباء قطعت أصلا في أي حتة أو عند أي حد، بس أكيد صدى البلد بيعرفوا أكتر، بيتريق يعني. فكريم جايين رد بقى وقال له: الإسلاميين والإخوان المسلمين واللي معاهم في العالم العربي ومصر أو أوروبا بيعايروا المصريين وبلاد العربية بتدهور الاقتصاد وانقطاع الكهرباء وتراجع الاستثمارات إلى آخره، ويتفاخرون بأوروبا المتقدمة اقتصاديا وسياسيا وعلميا وسياسيا، لكن في نفس الوقت بيخرجوا مظاهرات في أوروبا يطالبوا بتحويلها لدول إسلامية فاشلة تدعم حماس والإرهاب الذي تسبب في تدمير بلادنا العربية. حاجة غريبة جدا. أيضا كتب كريم جاهين: المواطن المصري مات له 1500 أب وأم وجدة في يوم عرفة، ورأى جثثهم ملقاة في أكوام الزبالة، لم يقف دقيقة حدادا عليهم أو حتى حركوا مشاعره أو حتى لغى مباراة أو حفلة احتراما لهم. لكن جرح طفل فلسطيني بيخلي الأنشطة تتوقف وتبدأ المقاطعة، وخلفهم عشرات الملايين من القطيع عديم النخوة والكرامة. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. كتب ايضا كريم جاهين: سيذكر التاريخ بعد عشرات ومئات السنين ان واحدة من اغنى دول العالم في التاريخ القديم والحديث، والتي تجاوز دخلها السنوي 300 مليار دولار على عدد سكان لم يتجاوز 300 ألف نسمة، بدلا من استثمار تلك المليارات في صناعة أعظم العلوم والتكنولوجيا والتعليم لشعبها والعالم العربي ومساعدتهم على انتشالهم من الجهل والفقر والمرض، بدلا من ذلك استخدموا تلك الأموال في تفرقتهم وقتلهم وزراعة الكراهية وتعليم الجهل وصناعة الحروب والمؤامرات بينهم. أيضا كتب: ثقافة أنا أو أنت كانت ولا زالت سبب دمار بلدنا، لا قبول لأي تنوع في السياسة، لا قبول لأي تنوع في العقائد والطوائف، لا قبول لأي تنوع في الشكل والمظهر، لا قبول لأي تنوع في طريقة اختيار الحياة. عندما دمرت ألمانيا النازية كل أوروبا والعالم وقتلت عشرات الملايين من البشر، لم يقول أحدهم سنلقي بألمانيا في البحر أو ننهي على الشعب الألماني، بل انتهت الحرب وتعايش الجميع سويا كدولة واحدة قوية. وعلى هذا الدمار تم بناء أوروبا الحديثة لأحفاد المتحاربين سابقا. أيضا كتب: لن تعرف الأدب والاحترام والأخلاق والإخلاص ودماسة الخلق وحسن الجوار واحترام أسرتك وإخواتك وزوجتك وأمك والوقوف معك في الحزن قبل الفرح إلا إذا كان صاحبك مسيحي مصري أو مسيحية مصرية. أيضا كتب كريم جاهين: إيران مصممة على تدمير كل الدول العربية، ابحثوا عن عملائها في بلادكم. عميلهم حزب الله مصمم على تدمير لبنان، دمرت العراق واليمن وغزة وسوريا ولبنان، وأصبح لها عملاء في المغرب اللي هي بين قوسين الصحراء الغربية والسودان على حدود مصر الجنوبية. لا أخاف على مصر من أي تدخل خارجي، لن تستطيع أي قوة في العالم أن تهزم مصر، لن يهزم مصر إلا شعبها الذي أصبح أغلبه متطرف والضيوف الجدد. أيضا نشر فيديو معمول بإنتاج عربي بيصور قوة الجيوش العربية
فكتب كريم جاهين الغباء المتكرر من حماس لداعش لصدام حسين لحزب الله. يا قلبي لا تحزن، كل ما تستعرض به من سلاح وسيارات وحتى ملابسك العسكرية والداخلية من صنع أعدائك. هؤلاء من تهددهم، الكاميرا التي تصورك، اليوتيوب الذي تبص عليه، الإنترنت الذي تستخدمه من صنعهم وتحت سيطرتهم، حتى جيوشك من اشتريت منهم طائرات لا تستطيع حتى صيانتها أو قيادتها بدونهم، ويتحكم بها من صنعها. عندما تستطيع أن تشرب كوب ماء واحد صالح للشرب بدون الحاجة إلى من تسميهم أعداء، اعمل بقى ساعتها فيلم مش مجرد فيديو، وهنشجعك كلنا. أيضا كتب الخبر خسارة قناة السويس معظم دخلها بسبب هجمات الحوثي. تعليقات معظم المصريين على الخبر ده: حتى لو هتخسر كل دخلها مفيش مشكلة، فداء غزة ويحيى الحوثي. فعلا كل شعب يستحق مصيره ويستحق ما هو عليه. أيضا كتب: هل سيؤثر الإنترنت على العقيدة والإيمان بالله؟ نعم، مهما بنيت من الأسوار لن تجدي نفعا. نصيحة: ابدأ في تعليم ابنك الأخلاق الإنسانية، الضمير، التعليم والثقافة والقراءة والنقد هم المرجع المنطقي المفهوم للأجيال الجديدة. لا تستخف بالنصيحة، فالتغيير كالطوفان قادم لا محالة، وربما حدث بالفعل وأنت لا تعلم عن أولادك شيء. من ناحية أخرى، وزارة الداخلية كتبت: بالنسبة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة بالدقالية من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة، بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 الجاري خلال أداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة في حينه، وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدي الامتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة، واعترفت بحصولها على أسئلة الامتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. إسماعيل حسني كتب: قريبا بإذن الله ندخل موسوعة جينيس بأكبر عدد من الأنكحة الشرعية، وهي المصواب، المسيار، الفريند، الونسة، العرفي، المسياف، المسفار، المتيار، المسياع، المحجاج، المسياف، المهراب، المكراد، المدرات، الزواج بنية الطلاق، ولا تنسونا من صالح الدعاء.